الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. القوات المسلحة تقوم بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تهجير أهالي علم الروم بمطروح. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس السيسي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. من جانبه أكد الرئيس بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته. كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظاً على أمن وسلامة الخليج. تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تهجير أهالي علم الروم بمطروح، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة. وأوضح المركز أنه تم تطوير منطقة علم الروم بهدف رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها. قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بتنظيم زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوي القدرات الخاصة بنطاق محافظة القاهرة. المزيد في سياق التقرير التالي. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. تعمل الدولة على دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وتيسر لهم الإجراءات في كافة المواقع الحكومية للحصول على حقوقهم كاملة، ومنها وزارة الداخلية التي اتخذت ما يلزم من إجراءات وتدابير للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الشرطية. إلى جانب ذلك تواصل الوزارة تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية أيتام ذوي الإعاقة، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارة لعدد من هذه الدور ومشاركة نزلائها من الأطفال يوما ترفيهيا، وزعت خلاله مساعدات عينية عليهم رسمت بها لوحة من الفرحة والبهجة على وجوههم. فرحانين جدا بموضوع مبادرة الرئيس لدور الأيتام، وإن احنا دي حاجة كويسة جدا إن هو بيشجع الأطفال إن هم يعملوا إنتاج ويبقوا كويسين في المجتمع. في البداية بنشكر السيد رئيس الجمهورية باهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامه بالمعاقين وفئة الأيتام، وبنشكر كمان وزارة الداخلية متمثلة في وزير الداخلية باهتمامها بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وزيارتها المستمرة لدور الأيتام. البادرة اللي عملها سيادة الرئيس طبعا بنشكره عليها جدا وحاجة ممتازة. يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا وطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.